أمري. تقر وتعترف نعم. إنك سلفي الهوى وبترفض مراتك تخرج من البيت؟ لا ده سؤال مش واقعي يعني. مش واقعي. إزاي؟ يعني مش عارف يعني. ما بيحصلش ولا بيحصل؟ لا 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 مش هو السؤال يعني اللي انت بنيتي على حاجات مش موجودة. أنت في أدوارك في السينما والدراما بترضى تحط مكياج؟ لا وده ماله؟ وده سلفي؟ لا. طيب انت ايه ايه يعني انت قلتي في ايه؟ ناس، انا ما وانا سمعت السؤال صح ولا الدخان ده حاسس ايوه صح. بدوار بحر وانا قاعد لا صح. ولا حاسس في زغاليل حمامه تطير من هنا دلوقتي؟ انا سمعتك قبل كده او حد يعني وصل لي المعلومه دي انك بترفض مراتك تحط مكياج، ده حقيقي؟ لا ده انا دلوقتي كان هنا عندكم في البرنامج لو عايزاني اعترف في بنت كده جت عايزه تحط لي مكياج، اوكي. فقلت لها لا. ده انا بس كنت بقول لمراتي ما تحطيش مكياج، انا احط مكياج بس ده لسه عندكم حالا، لكن ده مش واقعي يعني المفروض المكياج يبقى في الحدود المعقوله يعني، ده ما مبني يبقاش على مبالغ. تشدد ولا ده قناعات شخصية عندك عادية لا ملهاش علاقة؟ مبني على رؤية سليمة من رجل بيقدر الجمال، وبحس ان المكياج ده بيخفي الجمال الحقيقي والنضارة بتاعت الوجه اللي ربنا خلقها، فيعني واحد يحط مكياج بيبقى بسيط اوكي يعني، بس الاوفر قوي الحاجات اللي بتلمع وتبرق في النسوان وهم ماشيين دي مش حلوه قوي يعني. فما ما بحبهاش يعني يبقوا جمال ولطاف زي كده بصار. ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي ست ستات.